فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما نخرج في البرية في وقت الليل نرى في بعض الأحيان كأن شيئا يسقط من السماء وهو مضيء، فهل هذا هو الشهاب الذي؟ نعم، هذه الشهب، هذه الشهب هي ما انقطعت باقية، لكنها ما هي مثل وقت نزول الوحي، نزول الوحي أكثر، وإلا فهي باقية، هي باقية تنزل الشهب. نعم.